الخارجيه لكن لاحق على ده مش سابق عليه. طيب في الحقيقه برضو اعود الى الجزء الاقتصادي، يعني حكومه الدكتور الببلاوي متهمه بنفس اتهامات حكومه الدكتور هشام انديل بانها لم تفعل شيئا حتى هذه اللحظه، وان المواطن ابتدى يعني في الحقيقه يزهق، انبوبه البوتاجاز لسه غاليه، طوابير العيش لسه موجوده، زحمه المواصلات زي ما هي، مفيش فلوس، مفيش اقتصاد، يعني مش مفيش اقتصاد ولكن العجله مش عايزه تدور برضو. فامتى الحكومه تخرج، او هل لديكم فعلا القدره ان انتم تخرجوا من هذه الاتهامات؟ لا، هي القضيه مش الاتهامات، القضيه هو المهم الاقتصاد يتحرك، مش مهم الاتهامات تروح فين. لكن برضو عايز اقول لحضرتك يعني ما فيش حاجه اسمها ما فيش فلوس ما فيش اقتصاد، في مشاكل معينه معروفه والناس عارفاها. يعني تصور انك تقدر، وقلنا ده من الاول، يعني انه مثلا الحكومه حاطه كانت اولويه في الشهر الاول بالذات لتوفير احتياطيات معينه كانت نقصت وبحده في الثلاث اربع شهور الاخيره من حكم الرئيس السابق. لكن قلنا من الاول ده لا يعني انه هتظل فيه اختناقات هيكليه تاخد سنين انها تتحل. يعني لكن فرق بين انك يبقى عندك ازمه بتعدي وبتروح، وبين يبقى عندك نقص دائم لمده 3 4 شهور زي ما شفنا في البنزين مثلا، مكان في السولار. طبعا انا عارف وضع الانابيب البوتاجاز بالذات في الارياف، وشفتها في الصعيد، وشفت معاناه الناس في القرى لما الانابيب بتنقص والناس تطلع تقف من 4 الصبح في انتظار العربيه. في قدر من الاختلالات وازمات الصغيره اللي هتفضل تتكرر من وقت للتاني، دي حلها ياخد وقت طويل. عايز اقول لك ان اللي احنا انتقدناه، وانا كنت في المعارضه لحكومه الدكتور هشام انديل وفي معارضه الرئيس السابق، اللي كنا بننتقده ما هواش ان الانبوبه الصبح تنقص هنا، لكن هل عندك خطه لمواجهه ده ولا لا؟ يعني الازمات حاصله بسبب اختلالات اتبنت على عشرات السنين، لكن انت عندك خطه تخرج بيها ولا ما عندكش؟ انا بزعم من الحكومه دي حتى لو كان عمرها قصير، لكن هتقدم في خلال هذه المرحله بعض الحلول الفوريه، لكن ايضا والاهم منه يعني تصور لكيفيه التعامل مع هذه المشاكل بشكل جذري على السنوات القادمه. يعني نقول للناس تتفاعلوا، نقول للناس لازم يتفاعلوا، اصل احنا ما عند، يعني انا عايز اقول لك ما عندناش بلد اخرى، وهي دي بلدنا وهنطلع بيها من هذه الورطه، فلازم نتفائل ولازم ندفع في هذا الاتجاه. يبدو ان قانون التظاهر الذي اقرته الحكومه قبل عده ايام يعني احدث يعني مواجهات مباشره ما بين الحكومه، اصبحت الحكومه في جهه وتقريبا الباقي كله في جهه، يعني الاخوان اصبحوا ضد الحكومه، كانوا ضد الحكومه قبل كده، شيء طبيعي. 6 ابريل، الدستور، النشطاء السياسيين، لماذا تصرون على هذا القانون؟ شوف، كل بلد بالذات في الظروف الصعبه اللي احنا بنفوت فيها محتاج لفكره الضبط والامن، ويعني فكره الاحساس بالامان، وانت النهارده امام وضع برضه يعني لازم الواحد يقدر خوف الناس وانزعاجها الشديد من استمرار الوضع الامني اللي احنا عايشين فيه من فتره طويله الحقيقه، مش بس من 30 يونيو لكن من قبلها كمان، لكن بيروح ويجي وطبعا تفاقم مع الوضع اللي نشا بعد 30 يونيو. دي مساله لازم نقدرها ونحترمها لدى الناس، اصل شوف ان الواحد يتجاهل مشاعر الناس دي مساله في غايه الخطوره. الخوف موجود والانزعاج موجود ومبرر. هي القضيه هل انت بتستخدم الاداه السليمه للتعامل معاها ولا لا؟ فلا اخفي عليك يعني انا كنت متحفظ على قانون التظاهر من البدايه، وما زلت شايف انه كان يجب التروي في توقيت اصداره، وكان يجب انه يتاخد يعني راي اوسع من المجتمع، اتاخد الامانه على فكره، لكن فكره ان ياخد راي في المجتمع مش معناه ان انا اطلب الراي واتجاهله، يعني كان لازم يكون في تنسيق اكبر مع الاحزاب والقوى المدنيه والقوى السياسيه من اجل يعني طرح المساله بشكل يريح الناس اكتر من كده. وللاسف ان احنا وصلنا الى حاله من الصدام في الموضوع بتصور كان ممكن تجنبه. طب الحل ايه دلوقتي؟ ما هو اصل برضه لازم نلاقي حل للصدام دوت، وخصوصا يعني معليك كوزير للتعاون الدولي، ازعم ان كل من ستقابله من الان فصاعدا هيعلق لك على قانون التظاهر، يعني ما هو الحل؟ ما هو لازم يكون في حل، والوحيد اللي يلاقي حل هو الحكومه. لا يعني انت يعني بتاخد الموضوع في سكه بس مش بالضروره مختلف عليها، لكن مش بالوصف ده. يعني ايه؟ يعني ما فيش بلد ما فيهوش تنظيم لموضوع التظاهر، خلينا بس نحط الامور في اطارها الطبيعي.
يعني فكرة ان البلد يبقى عندها تشريعات بتتعامل مع قضية التظاهر من اجل حماية التظاهر السلمي، دي مش مسألة شاذة ولا مسألة غريبة. يعني القضية كلها انه ومسألة التعاون الدولي، يعني احنا بنعمل اللي يهمنا هو الرأي العام الداخلي وهو الوضع الداخلي، لكن فكرة انه يبقى التعامل من خلال قانون في حد ذاتها مش حاجة غريبة، لان القانون بقدر ما يمنع التظاهر غير السلمي لازم يحمي التظاهر السلمي. لكن انا بقول لحضرتك بمنتهى الوضوح انه هذا القانون كان يجب مراعاة توقيت اصداره والتشاور بشأنه افضل مما تم في هذه الحالة. طب في حل برضو يا دكتور؟ الحلول اما انه يعني ما هو فكرة اعادة النظر في القانون، امبارح مجلس وزراء ما كنتش حضره الحقيقة اجتمع وقرر انه لن يعاد النظر في القانون. الحل الاخر انه يتم الاتفاق على ضوابط تطبيق القانون بشكل واضح يريح الاطراف كلها. لكن انا زي بقولك مرة اخرى، يعني كنت ولا زلت متحفظ على هذا القانون في شكله وفي اصداره وفي توقيته وفي عدم الاخذ بما يكفي بالملاحظات المختلفة التي ابديت من اطراف كلها معنية بمصلحة البلد في الاخر. طيب يعني لدي سؤالين يعني اخران في هذا الحوار في الحقيقة اللي مش عايز اخلصه. سكة الحديد، يعني السكة الحديد كان لمعاليكم تعليق ان السكة الحديد في مصر منهارة، هل قدمتم خطة في هذه الحكومة او معاليكم؟ طيب سؤالك الاتي، هل الحكومة لديها خطة؟ لديها خطة، لكن اذا متوقع ان هذه الخطة تأتي بنتائج في خلال شهر او اتنين يبقى ده كلام غير واقعي، ويبقى هنا مش بندور على خطة بجد، بندور على حاجة نقول بيها ان احنا عملنا شيء لطيف. الخطة حجم التداعي والانهيار اللي حصل في السكة الحديد على عقود طويلة لا يسمح بانه يتحل حل سريع من اي حد. وهفكرك مرة اخرى بانه برضو لما كنا بنعارض موقف حكومة الدكتور هشام قنديل ما كانش لان في خطأ حصل او في حادثة حصلت، وحصلت وقتها لو تفتكر كارثة قطار الصعيد وانا كنت هناك وقتها ورحت بيوت الناس اللي اصيبوا بهذه الفاجعة في منفلوط تحديدا. يعني كان اعتراضنا مش ان الحد، يعني طبعا يعني ما فيش حد ما, 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 ما مش هقول لك ما ينزعجش، يعني ما يحصلوش يعني يعني كارثة، انت امام كارثة مروعة لما تدخل بيوت الناس وتشوف حالهم يعني، لكن ما تقدرش كمان تطلع من ده وتقول انا عندي حل ياخد شهر او شهرين. عشان نبقى جادين، كنا بننتقد وقتها ان الحكومة ليس لديها تصور هتعمل ايه بالظبط. الحكومة النهاردة اعلنت حاجة محددة، لكن هتاخد وقت، هتاخد وقت ولا مفر من ذلك. احنا رصدنا في موازنة هذا العام كان مرصود لها حوالي 3 مليار جنيه، زادت لما اعيدت الحسابات كلها لحوالي 4.5 مليار جنيه. انفاق 4.5 مليار جنيه ده مسألة لازم تاخد وقت، تاخد شغل كتير جدا، منهم بالمناسبة 110 مليون دولار جزء برضو من الاتفاق مع الامارات ايضا تم توجيهه الى المسألة دي. انت امامك اصلاح ما لا يقل عن 800 مزلقان وانشاء 27 مشروع هندسي، يعني اما نفق اما كوبري. وزارة النقل كانت ابتدت في ده، وحاليا المرحلة الاولى كانت حوالي 56 اذا كان الرقم مش بيخني، 56 مزلقان من دول. هتاخد وقت، هتاخد وقت، لكن المهم يكون عندك خطة تقول للناس انا عارف حجم المشكلة ودبرت الموارد اللازمة ليها وبنفذها بالفعل. بس الناس برضو بتحب تعرف وقت، يعني اصل كلمة وقت برضو شوية صعب على الناس، يعني وقت بنتكلم على سنة، بنتكلم على 20، بنتكلم على 50. فيما تعلق باصلاح المزلقانات تمام، والمشروعات الهندسية، مشروعات هندسية يعني ايه؟ ما هو في مزلقان بتصلحه زي ما هو بس تمام، وفي حاجة بتعوز مشروع اكبر بكتير، يا اما بتبني كوبري من فوقيه يا اما بتعمل نفق من تحته، فدي بتبقى طبعا اكبر شوية وتكلفتها اكتر. فيما يتعلق بالمجموعة دي اللي هم 870 مزلقان و27 مشروع هندسي، دول في اخر اجتماع مجلس الوزراء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قالت انا اقدر انفذ هذا الشغل كله بحلول 30/6 من العام القادم، يعني في خلال سنة. لا احنا فاضل منها 7 شهور دلوقتي. 7 شهور كويس، وبعد كده هو يعني نقلل بقى الحوادث او يمكن يعني نلغيها بقى خالص ان شاء الله. طبعا ربنا يسهل، ما يعني ما حدش يتمنى يشوف حوادث. السؤال الاخير معالي الوزير، يعني كان لكم تصريح ان ما يسمى بتحالف الشرعيه ليس كافي ربما لاحداث التغيير او لاداره البلد، وعليه الاعتراف بخارطه الطريق. ازاي نرجع الشعب دوت شعب واحد بفصائل سياسية مختلفة، وان يقربوا مننا او احنا نقرب منهم، وفي الاخر نعيش بقى، يعني لان الواضح ان مصر
مش عايشة في النهاية. يعني احنا يوم بنصحى عشان نفض مظاهرات وندور على سجون ومحاكم ومفيش انتاج. فهل عندكم خطة برضو تقربوا بتوع الاخوان يقربوا مننا، يعني يبقى في اي حاجة عشان نعيش؟ لا، الموضوع مش مسألة اخوان. اصل الاخوان تنظيم يعني سري بقاله 80 سنة ولم يخرج عن هذه السرية حتى لما وصل للحكم. فدي مسألة يعني يصعب انك تتعامل مع تنظيم سري، خصوصا انه النهاردة جزء من قياداته متهم به يعني حوادث قتل وارهاب ومسائل من هذا النوع. اللي بتطرحه حاجة مختلفة خالص، وهي هل فكرة انه المجتمع يقبل وجود التيار الاسلامي السياسي بشكل عام. انا رأيي ان دي مسألة مش محل نظر، والحكومة اعلنت من يوم 21 اغسطس عن حاجة اسمها برنامج حماية المسار الديمقراطي، قالت فيه ان كل من يلتزم بالسلمية وبخريطة الطريق وبالقانون وبعدم التمييز له مجال، له مكان في المجال السياسي وله مكان في الاشتراك في انتخابات والاشتراك في احزاب وكل حاجة. فانت اذن مفيش يعني يجب ان ندافع عن فكرة عدم الاقصاء وعن فكرة ان يكون كل التيارات السياسية ممثلة، لكن من يرتكب جريمة دي قصة تانية خالص. يعني مفيش اي بلد في العالم عندها هذا الخلط. انت بتسمح بكل الاحزاب السياسية وبكل الافكار السياسية، طبعا مرة اخرى شريطة انها تلتزم بالحد الادنى المقبول في اي تعامل ديمقراطي، يعني بالسلمية بالقانون وبعدم التمييز. دول ثلاث مبادئ موجودة في كل دساتير وقوانين العالم. من يقبل بهذه القواعد طبعا له مكان في الساحة السياسية، لكن الخلط ما بين ده وما بين من يرتكب جريمة ده في حاجة اسمها قانون عقوبات ولازم يتحاسب عليه. انا بس جزء انا بالتأكيد ضد اقصاء تيار سياسي على بعضه، ده شيء غير مطروح على الاطلاق. انا بس جزء ما فهمتوش، يعني ذكرت معليك ان مسألة هل يقبل المجتمع بوجود الاسلام السياسي ام لا، ما فهمتش هل هذا يعني ان المجتمع المصري لا يقبل لا وجود؟ انا بقول حضرتك بتسألني انا وجهة نظري. بقول لك وجهة نظري وما عبرت عنه الحكومة في البرنامج اللي اعلنته يوم 21 اغسطس. تمام. ان المجال السياسي مفتوح لكل التيارات الفكريه والسياسيه المختلفه طالما التزمت بالثلاث شروط دول، ومن بينها طبعا الاحزاب الاسلاميه المختلفه اللي ملتزمه بهذه الشروط، وعدم الخلط طبعا ما بين الدين والسياسه، يعني لان هذا سيصبح نصا في الدستور. لا، ده مساله في الدستور انك ما تستخدمش دور العباده في الـ في الـ في, الـ في العمل السياسي، انك ما تستخدمش تمويل يكون جاي لجوانب خيريه او جانب دينية فيتم تحويله الى تمويل الانتخابات ودعم المرشحين. دي طبعا قواعد معروفة كلها. طيب، معالي الوزير مرة تانية شكرا جزيلا لمعاليك على هذا الحوار معنا في النيل قناة مصر الإخبارية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا.